بنحلم لمستقبلك. اهلا بحضراتكم. زي ما انا قلت لكم في المقدمه، مجلس الشعب وافق من حيث المبدا على مشروع قانون مشاركه القطاع الخاص في مشروعات البنيه الاساسيه. الحقيقه الموضوع ده كان مولع المجلس سواء الشعب او الشورى كمان لما كان بيتناقش فيه قبل ما ينقله لمجلس الشعب، وكان فيه اعتراضات كثيره وتحفظات كثيره. احنا تربينا منذ الصغر على ان القطاع الخاص له شغله وله مشاريعه وله استثماراته ويخش في الصناعه ويخش في الانتاج، لكن البنية الأساسية بتاعت الدولة، الرصف، الطرق، الكباري، الصرف الصحي، الإسكان، العمالة، الحاجات اللي هي مختومة بختم الدولة ولازم الدولة تعملها اللي هي ما بتجيبش ربح. هذا الكلام مختلف تماما، له علاقة بفكر جديد. أنا الحقيقة ما أقدرش أقول لكم إحنا كبرنامج أو أنا شخصيا مع أو ضد لحد ما نفهم، وده تعودنا مع حضراتكم دايما إن إحنا نفكر ونعقل الأمور قبل ما نقول لا إزاي وده تخريب أو هايل برافو هو ده الإنجاز. الكلام وانا مش هقول لحضراتكم الاسئله المطروحه لان هسيب ضيفي الكريمين اسالهم هذه الاسئله ونستفيد بخبراتهم وارائهم، لكن في النهايه احنا عايزين نفهم. ليس الهدف ان احنا نبقى مع او ضد بقدر ما نفهم وكل واحد يبني مواقفه ويبني ارائه ويقول هذا الكلام يفيد ولا يضر. ضيوفي الكرام اللي مشرفينا، القامه المصريه الكبيره الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق، اهلا بك يا دكتور. مشرفنا بحضرتك. اهلا بحضرتك. والكاتب الصحفي المعروف الاستاذ سليمان جوده. مساء الخير استاذ سليمان. مساء الخير، اهلا بيك. زي ما انا قلت وارجو ان تتفق معايا يا دكتور، احنا عايزين نفهم، لسنا مع او ضد بقدر ما احنا عايزين نعرف هذه الفكره الجديده المطروحه ممكن تقدمنا ازاي والمخاوف اللي فيها ازاي. اولا حضرتك مستقبل هذه الفكره وهذا الطرح ازاي؟ شوف حضرتك، بنيه اساسيه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين بإيجاز شديد، هي مشروعات مياه الشرب، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق، النقل، مع خدمتين، خدمة التعليم وخدمة العلاج اللي هي مستشفيات. كويس، عددنا بنتكلم عن ايه. تمام، لما حضرتك توصف في الموازنة العامة للدولة هتجد فيه اعتماد لهذه المشروعات. هذا الاعتماد لا يتجاوز في السنة 30 مليار جنيه. لو قارنت هذا الرقم باحتياجات المواطنين لا يمثل الربع. الربع لا يمثل، اقل من الربع. في السنة انت عايز 120 مليار عشان تعمل هذه المشروع. ولذلك لما ما طبقناش هذا القانون قبل كده بنسمع كل يوم في الصحف وفي التلفزيون عندك في برامج بنسمع المواطنين بيشتكوا قرية ما فيهاش مية، قرية صرف صحي شوفوا ضرب فيها ازاي، وتصوروا الكلام ده متروح. صحيح صحيح، ده واقع مظبوط. بنسمع ان الفصل فيه 90 تلميذ، بنسمع ان المستشفى ما فيهاش قطن. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. ايه الحل بتاع هذا؟ في عدة حلول. في حل ان اطبع فلوس واشتغل، بس ده تخريب للبلد. ارتفاع اسعار وتضخم غير عادي هيرجعوا الناس يقولك مش عايزين خدمات ولا بنية اساسية لان رهيب. طبعا خد مرفوض رفض بات. طب حل تاني، واحد يجي يقولك نفرض ضرائب وناخد الحصيلة نعمل بيها هذه المشروعات. مرفوض، لان في مصر ما يكفي من ضرائب، بالعكس احنا طالبنا بتخفيضها وتخفضت من 5 سنين تقريبا او من 4 سنين من 40% ل 20%. يبقى الحل التاني ده مرفوض. حل تالت يقول لك والله عادينا ماشيين واحده واحده، مستعجلين على ايه؟ وانا بقول والناس كلها هتقول ده ايضا مرفوض، لان ما اقدرش اقول له والله واحد في قريه ما عندوش كوبايه ميه يشربها استنى 5 سنين الخطه اللي جايه، مش داخله في الخطه دي. كلام منطقي. طب يفضل ايه بقى الحل؟ هو ده. ده القانون اللي وافق عليه مجلس الشورى بشكل نهائي، وافق عليه امس مجلس الشعب بشكل مبدئي، وان شاء الله هيرى النور. إذا الفكرة الأساسية هي دعوة القطاع الخاص ليشارك مع الحكومة سواء وزارة أو مصلحة أو هيئة اقتصادية أو هيئة خدمية إلى آخره في إقامة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، وهذا في مصلحة المواطن. كان هيستنى 5 سنين و10 سنين هياخد على طول المية والكهرباء والطرق وإلى آخره. في مصلحة الحكومة لان هي مش هتفرض ضرائب على الناس ومش هتقترض. كان في حل اخر نسيت اقوله، ان ممكن الحكومه تقترض. طب ما احنا عندنا القروض مرتفعه اصلا والاقساط والفوائد، يعني الرقم يخض الحقيقه في السنه وصل. لا وده مش حل. 170 مليار وصل 170 مليار اقساط وفوائد في السنه. طيب اذا حضرتك ترى ان هذا هو الحل الوحيد الموجود ويرضي الجميع، يرضي المواطن ويرضي الحكومه ويرضي المستثمر. لا احنا مش عايزين نرضي الحكومه دلوقتي، الحكومه مرضيه كفايه. عايزين نرضي المواطن. طيب الكلام يبدو رائع. التحفظات تيجي منين يا استاذ سليمان؟
هو اولا انا يعني مختلف مع الدكتور علي لطفي في الجزئيه الخاصه بالضرائب. يعني الدكتور علي بيقول ان فرض ضرائب جديده مرفوض، انا اعتقد انه مطلوب مش مرفوض، وخصوصا الضرائب التصاعديه. يعني هذه الفكره طرحت من ايام والدكتور يوسف بطرس غالي رفضها، والناس يعني كانت مندهشه لرفض الدكتور يوسف بطرس لهذه الفكره، لان هناك اصوات قويه في المجتمع بتنادي بفرض ضرائب تصاعديه على القادرين، مش على رجال الاعمال بس، على اي قادر لديه ثروه سواء كان رجل اعمال او غير رجل اعمال، لابد ان يدفع ضرائب تصاعديه مختلفه عن الضرائب العاديه ليشارك في بناء او ليرد بعض الجميل لمجتمعه الذي جمع منه ثروته. عشان نوضح بس سنة المشاهدين، معنى الضرائب التصاعديه ان ما ينفعش يبقى الوضع الحالي ال 20% تتاخد مني زي ما تتاخد من ملياردير. مظبوط. يعني في الناس في خارج مصر بيدفعوا 40% و60% واعلى من كده. فلماذا لا تطرح او تدرس فكره الضرائب التصاعديه، لانها يمكن ان تكون حلا كمصدر لموارد يمكن بها الدوله ان تنفذ مشروعها. طيب نحطه في المضبطه في فكره الضرائب. الجانب الاخر هذه الفكره بقى ان الحكومه يعني لابد ان يكون هناك، حضرتك قلت عباره مهمه جدا احنا عايزين نفهم. ايوه. لان لو فهمنا هنشتغل صح. صحيح. فليه دلوقتي؟ يمكن الدكتور علي لطفي اجاب جزئيا على هذا الموضوع، لكن والمهندس احمد عز في مجلس الشعب قال انه ده اتجاه عالمي، لكن لا يكفي ان يكون اتجاها عالميا، لان احنا احيانا بيبقى هذا الكلام حق يراد به باطل. يعني ناخد الحاجه عالميا، الحاجه اللي تخص حاجه محدده، او ناخد نصها ونسيب النص الثاني. زي ما تيجي تتكلم مثلا عن الاسعار تقول لك الاسعار مرتفعه في العالم كله، لكن تسكت عن ان الدخول هناك بتواكب ارتفاع الاسعار. صحيح. فهنا بالظبط لا موضوع على فكره للاسف المقاطعه، موضوع الضرائب التصاعديه رد الحكومه والحزب على عدم فرضه هنا ان هو بيطبق بره بس تجارب وحشه. لا ده يعني اذا كنت هاخد اللي بره اخده كله، او لا مش هاخد اللي بره ماخدوش. التجارب الوحشه ديت يعني لم يثبت يعني حتى الان الضرائب التصاعديه دي فكره العالم كله بيطبقها، ولانه القادرين في اي مجتمع يعني هناك حق للمجتمع في ثروتهم لابد ان يؤدوا. لكن الفكره بقى ان القطاع الخاص يتولى مشروعات البنيه الاساسيه، اولا لماذا الان؟ ده سؤال لابد ان تجيب عنه الحكومه بشفافيه وصراحه. ليه مش امبارح وليه مش اول امبارح؟ لماذا الان بالتحديد؟ حضرتك ما عندكش اجابه لده؟ انا مش يعني حاولت اقرا المناقشات اللي دارت في مجلس الشعب حول هذا الموضوع، واحاول حتى من السطور او من بين السطور اخرج باجابه ما قدرتش تعرف مغزى التوقيت. لماذا يعني التوقيت مهم، لماذا الان؟ هل مجرد انه في الحكومه لديها عجز في موازنتها وان هي مش قادره تواكب هذه المشاريع؟ يعني في بعض الناس أروا هذا التوقيت انه اقرار من الحكومه ان انا خلاص مش قادره، واذا كنتوا عايزين تحسين خدمات يبقى لازم حد تاني يضخ معايا فلوس. ما هي مش قادره من سنوات، ما هو مش من مش من النهارده. فده سؤال. السؤال الاخر بقى وهو الاهم، لما تيجي تطرح فكره بهذه الضخامه لماذا لا يدار حولها حوار في المجتمع؟ يعني الفكره لم فجاه الناس صبحت الصبح قرت خبر في الجرنان ان مجلس الشعب امبارح في مشروع قانون ان هيسند مشروعات البنيه الاساسيه الى القطاع الخاص. مش تسند بس بالمشاركه يعني. او بالمشاركه. فلكن اي فكره زي كده انت الهدف منها هو تحقيق مصلحه الناس، فهؤلاء الناس اللي هم معنيين بالموضوع لماذا لا يشاركوا بشكل او باخر في تنفيذ الفكره من خلال التفكير المسبق قبل ان تطبق او قبل ان تتحول من مشروع قانون الى قانون؟ هي. يعني طيب هذه الفكره. هتوقف هنا يا استاذ سليمان واسمع الدكتور علي، هل لديك اجابه على الاستفسارين؟ طبعا. اولا التوقيت. سليمان الصحفي متميز ذكر ثلاث نقط. اتفضل يا فندم. النقطه الاولى قال انه بيختلف في مساله الضرائب التصاعديه. انا احب اقول ان معظم مش كل دول العالم حادت عنها وعادت الضريبه النسبيه. مصر كانت بتطبق ضريبه تصاعديه كانت بتوصل ل 90%، تذكر هذا انت يا استاذ سليمان؟ 90%، يعني اللي يكسب جنيه يدي حكومه 90 قرش وياخد 10 قروش، الناس كلها طفشت وما حدش اشتغل ولا انتج ولا عمل حاجه. فقالوا طيب نخفض نخفض، لما وصلت ل 40% بالتدريج بالتصاعد. لما جينا من 3 4 سنين وغيرنا القروش رجعنا للضريبه النسبيه حصيله زادت. اذا الهدف هو الحصيله وليس ضريبه تصاعديه، ده نمر واحد. نمر اثنين الاستاذ سليمان بيقول لماذا الان؟ انا دي رديت عليها الحقيقه يمكن بخلاف حضرتك رديت عليها جزئين لكن لا هوضح بقى يعني مش واضح اول الناس هوضح كليا. لماذا الان؟ لان لما ساعتك تشوف اي موازنه للدوله المفروض ان كل سنه تزيد عن اللي قبلها. تمام. ليه؟ السكان زادوا فهذه خدمات العدد اكبر،
الاسعار زادت فالخدمه بناء مدرسه كان بيكلف 5 مليون هيكلف 10. طيب لو بصيت في مشروع الموازنه